فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يحدث في الصحف بعد وفاة شخص يكتب عن سيرته ومآثره وصفاته، هل يعد هذا من النياحة على الميت؟ ما له داعي، ما هو بعيد أنه من النياحة، لكن يعلن عن وفاته من أجل الصلاة عليه والدعاء له فقط. أما أن تعد مآثره وأعماله هذا لا داعي له، هذه تزكية له، وهذه ربما أن هذا يبعث على الحزن والأسى عليه. نعم.